الشوط الأول أتلتيك بارادو كان أقل متعة مما عودنا عليه، رغم أنه سجل مبكرا عن طريق هدافي بارادو والرابطة الثانية مزياني في الدقيقة التاسعة. الوداد المدعوم بأنصاره الذين توافدوا بقوة إلى الدار البيضاء، غير أنهم انقلبوا على الجميع، الإدارة واللاعبين، وأشبعوهم كل أنواع العنف اللفظي. الرد على أرضية الميدان ومن كرة ثابتة كان لأشو، وبعد أخذ ورد بطمين يعرقل على مشارف منطقة العمليات، والحكم أوكيل يعلن ركلة حرة وليس ضربة جزاء كما تمناها زموشي ورفاقه، والإعادة كفيلة بإنصاف الحكم. زموشي لم يستغل كرة أشيو من كرة ثابتة بعد ذلك، ورأسيته كانت جانبية مثلما رأسية خريفي من جانب بارادو في آخر أنفاس المرحلة الأولى. زيري بلال حاول الرفع من معنوية فراحي والبقية، هذا الأخير الذي أضاع فرصة سانحة في الدقيقة 47. الموهبة مزياني تحرك بعدها وراوغ جميع من صادفه أمامه، ولكن كرته كانت جانبية. المواجهة شهدت لقطة احتج عليها الوداد بشدة، وإثر كرة ثابتة من أميري الكرة يقطعها الشاوي، وهو ما احتج عليه أشيو والبقية مطالبين بركلة جزاء في الربع ساعة الأولى من هذا الشوط الثاني. بعدها المتعة حضرت بدخول درواش من جانب بارادو، لاعب صنف أقل من 20 سنة، الذي انطلق عند الدقيقة 19 بسرعة وروعة وبفنيات عالية وتقنية، ولا حل أمام بوتاجين سوى العرقلة التي كلفته بطاقة صفراء وركلة جزاء احتج عليها فريق الوداد كثيرا، والإعادة تبين صحة ركلة الجزاء من عدمها. اللي كانوا يديروا لمنصوري اللي راهو اللي نتمنى له التوفيق في المولوديه اللي يؤدي مباراه جميله، وين تشوف باللي بالك هذاك هو اللي يكون شغل اللي يعطي طموح لينا حنايا، وين يدير طريق لصحابه ان شاء الله. ركله الجزاء كانت منعرج اللقاء بعد ان سجلها درواش، حيث استسلم لاعبو الوداد للتعب والنقص البدني والذهني رغم محاولة فرحي وأشيو. وعند الدقيقة 84 ظهر وبان مزياني مرة أخرى بعد أن أضاف الهدف الثالث لفريقه والتاسع في رصيده هذا الموسم. فرحي كاد أن يصل إلى شباك بعبطة، ولكنه ضيع مرة أخرى لتنتهي المباراة بفوز يقرب المدرسة أكثر من الصعود ويعكس حال الوداد.